خلينا نرجع ونخلص ملف النادي الاهلي، لان في كلام كتير، وبيني وبينك احنا كاهلاويه زعلانين شويه طبعا اكيد. نقطتين ضايعين بشكل مباشر في اول مشوار الدوري، مش متعودين على كده. كنت بتتكلم في الاسباب، ومن الاسباب اللي انت شفتها ان كان طبعا عمليه ان الكابتن محمد يوسف بيلعب في مساحات ضيقه كانت محتاجه تشكيله افضل من كده كبدايه. ايه تاني كابتن احمد كشري هو شايف وهو بيتفرج على المباراه طلع بيها من السلبيات النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه يعني يبعد عنها بشكل مباشر؟ بص، هو طبعا يعني بدايه التشكيل كان في يعني في حاجه، احنا هنقول احنا كمشاهدين، لان الاكتر واحد اضرب باللعيبه المدرب، اللعيب حاله اللعيبه في الملعب هو بدا بوليد سليمان. وليد سليمان لعيب كبير وماشي الفتره اللي فاتت موفق في التغيير، لما بينزل بيجيب جون واتنين. فلما يكون عندي لعيب الحته دي ماشي فيها كويس قوي، يبقى انا اخلي الموضوع ده عنده، يعني بمعنى اصح يبقى عندي تغييره سحريه. فوليد لما بيجي ينزل بينزل في مساحات بيكون الدنيا يعني افضل، بيكون الفرقه اللي قدامه بدات ظهرت قدام النادي الاهلي بتفرق معاه جدا، فبينزل يسجل. النهارده وليد بدا، فانت بدات النهارده وانت مش حاطط فيرود صريح رقم 9، كنت اتمنى انه يحط فيرود النهارده بواليا او محمد شريف، يعني اي واحد فيهم لو كان بدا، يعني حتى لو هو، لان محمد شريف برده كان واخد فرصه وكان ماشي كويس. لو هندي بواليا في البدايه وليد ينزل تغييره، وجهه نظري كمشاهد لان هو اضرب لعيبته، ممكن يكون حاله اللعيبه دي في التمرين معاه افضل لوجهه نظري. مش كلاعب ولا مدرب. بالظبط، يعني برضه عشان الناس زعلانه، لكن احيانا وانت في الملعب في التمرين بتعمل حاجه الناس مش واخده بالها، تقول لا احنا مثلا كان لازم يلعب فلان، لكن الراجل شايف ممكن تكون في حاجه هو شافها في التمرين ادى الوليد فيها. لكن بدايه مباراه وجهه نظري كان انت محتاج فيرود صريح، خاصه فرقه هتبقى متكتله على ال 18، فرقه بتسعى البونت ان هي تاخد منك بونت، فكان لازم يبقى في فيرود صريح رقم 9، والتغيير بتاعك مفاتيح لعبك تبقى وليد سليمان، كانت هتفرق معاه. لكن الامور انا شايف برضو عامل التوفيق ما كانش معانا النهارده، ضيعنا كتير قوي. يعني لو بنتكلم، لا النهارده اللعيبه كان لازم يبقى تركيزها اعلى من كده على المرمى، لان اتاحت فرص كتيره، كور عرضيه كتيره النهارده ما استغلناهاش، كان في شوط كتير تصويب النهارده بس ما كانش فيه الدقه. يعني النهارده 25 تسديده، اتنين ما بين ال يعني كتير جدا، يعني ميزه وعيب. يعني ميزه ان انت بتشوط، دي حاجه كويسه جدا، لكن عيب ان ما فيش دقه. يعني لو في دقه النهارده كان النادي الاهلي كان جاب له على الاقل مش شوط ده كورتين ثلاثه.